بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة وهذه المسيرة التراثية الرائعة التي تنطلق ها هنا من قلب الحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحديدا ميدان ولاية الوثبة. أتواصل معكم مستمعينا الأعزاء، محدثكم حمد بن طويرش الوهيبي هو من يتواصل معكم، وأرحب أولا وأخيرا بأشقائنا أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، أبناء دولة الكويت ودولة قطر الشقيقتين، أبناء مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقتين أيضا. في هذه المسيرة وبهذه الانطلاقات الواضحة ها هنا بثا على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى التي تنقل لنا هذه المسيرة ضمن هذا المحفل التراثي الرائع، أحاول أن أتحدث قليلا حتى ألحق بصدارة هذا الشوط وبهذه المقدمة، كذلك أقدم مقدما اعتذاري الملموس لكل الأخوة الذين لم يستطيعون المعلقين إذاعتهم بالشكل الواضح، وذلك لعدم اهتمامهم وتدوينهم للمطايا المشاركة. نحن مقدرين ظروف المشاركين بهذا الازدحام القوي. لا أنسى الحقيقة الشوط الذي انتهى قبل شوطين فكان المشاركين 128 اسم كبير يشاركن. مباشرة ألحق بالصدارة وألحق بمقدمة الشوط، وهذا هو أول من كنت خايف منه في المقدمة هنا، الشعار المجهول، ولكن على حسب معرفتي هناك أحمد بن سلطان بن رشيد هو قائدا مالكا لهذا الشعار المتميز دائما. أنتقل إلى المركز الثاني وإلى أيضا اسم جديد يشاركنا، فهناك شجرة لسيد سعيد بن عيد بن هادف من تحتل المركز الثاني، وفي المركز الثالث هناك التدخل القوي بهذه اللحظات القوية الحقيقة. هناك أيضا سبيدر أو سبيد لسيد حمدان بن مخيت المنصوري مع المركز الآن الثاني، هناك انتقالة واضحة، وهناك سرابة مبارك بن محمد بن نصرة العامري مع هذه الأسماء القوية المشاركة، بينما الدخول القوي من ثالث المراكز يحمل لنا الرقم الكبير والرقم 58 وأيضا مجهول آخر يشاركنا بكل قوة. هذا هو النداء أيها الأخوة، هذه هي مسيرتنا، هذه هي إذاعتنا المتواصلة، وهناك ايضا التنويه المتكرر دائما، دار الكرم لا نستغرب دار آل نهيان الكرام، هناك عند نهاية كل شوط التوجه الى المحاسب المالي والمكتب المالي بانتظار الفائزين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس او المركز الاخير. اعود عند المقدمة، اعود عند الصدارة، وشعار بن رشيد هو يقود جموع المشاركين، وهذه هي الاعداد الكبيرة العملاق الحقيقة والشعارات ابناء القبائل. اعود الى المركز الثاني، هنا تدخل قوي من المركز الثاني، هذا هو الانتقالة الواضحة مع المركز الثاني. الآن في المركز الثاني يا بن مية، هنا في المركز الثاني يبدو شعار بن قنزول مع المركز الثاني والتدخل القوي. انتقل إلى المركز الثالث وإلى اسم وشعار قوي هنا أيضا يشاركنا مع المركز الثاني، هنا أيضا الوصول، مرحبا بهذا الشعار الكبير يحمل لنا الرقم 80 وغير مدون، يبدو أن شعار بن ذيبان أو بن حلوس مع المركز الآن عبيد بن حلوس في المركز الآن الثاني، وهذا هو المركز الآن الخامس، يبدو أنها الأمور في خطر. هناك سلهودة راشد بن صابر الاكتبي مع المركز الخامس. إذا أعود إلى المقدمة، هنا حمد بن موسى بن غدير من يشاركنا بهذه المسيرة، وهناك الأسماء القوية المشاركة ما شاء الله. هنا عرج الناصر بن علي بن طناف الدرعي بطلا قائدا لهذه المسيرة ويفتتح لافتة الكيلو المتر النهائي، بينما هناك المجهولة الأخرى مع المركز الثاني، هنا لم تتدون معي، وفي المركز الثالث هناك التدخل القوي، شعار محمد بن مطر بن غدير من يقود هذه المسيرة، وهنا أيضا الأسماء القوية الدكتورة لعبد الله بن حمود الجحافي، مرحبا بهذا الاسم القوي. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط والمقدمة الواضحة من هذه المجهولة، يا ليتني أن أكون مالك لها لو لدقيقة واحدة حتى أتمكن من تدوينها في كشف المعلقين لكي يستمتع بالمعلق وهو يغني بهذا الاسم الجميل بهذه القيادة الواضحة بهذه السلالة النادرة، ولكن التغييرات واردة من قبل الشاهنية وتعود ملكية الشاهنية محمد بن مطر، وهناك التدخل القوي أيضا من قبل الشاهنية
محمد بسعيد الراشدي هو بطلا لهذه المسيرة وهذه الانتقالة. الله 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 الله، انتقل إلى المركز الثالث، ولكن لافتة 300 متر النهاية ترحب بهذا الشعار وترحب بهذه القيادة الواضحة والانتقالة في المقدمة يا الراشدي. الله عليك يا الراشدي على هذه المميزة، على هذه السلامة والسلالة النادر. محمد بسعيد الراشدي يبدو أنها القصة الحقيقية تنتهي، وبطل هذا الشوط بالخط العريض ينكتب باسم محمد بسعيد الراشدي. تهنينا ناموس بمناسبة فوز أيضا سرابة بالمركز الأول، المركز الثاني شاهنية، محمد بن مطر بن غدير في المركز الثالث، هناك تدخل من جبار علي بن خليفة بن رشيد المركز الرابع، المركز الرابع هناك خواطر سليمان بن رشيد الجهني خامسا، هناك الوصول القوي من صاحبة المركز الخامس يبدو تحمل لنا الرقم 73 اعتذاري الكبير لمالكها عن عدم استطاعتي لإذاعتها، لم تدوم معي في الكشف. هكذا هي القوة، هكذا هي نهاية هذا الشوط والتوقيت 6:11 وجزئين. تهانينا والناموس لا الراشدي على هذا الفوز. محمد بسعيد الراشدي مالك سرابة بالمركز الأول والنقطة المميزة بهذا الصباح الجميل. المركز الثاني وهناك الشاهنية، تعود ملكية الشاهنية للسيد محمد بن مطر بن غدير الكتبي على فوزه بالمركز الثاني 6:11 خمسة أجزاء. وفي المركز الثالث أيضا قدمت لنا العرض المميز مع المركز الثالث، يبدو إنها جبار علي بن خليفة بن رشيد على حسب الكشف الذي معانا هنا في عربة النقل.